استبشر فلاح ولاية الطارف خاصة من شعبتي الطماطم التحويلية وكذا الأشجار المثمرة خيرا بعد عودة تساقط الأمطار بشكل كبير على المنطقة، واصفين إياه بعودة الأمل نتيجة شح التساقط الأخير، وباتوا يراهنون على مضاعفة مجهوداتهم لتحصيل منتوج وفير بنسبة 30 إلى 50%. الحمد لله عودة الأمطار في وقت يعتبر مناسب جدا خاصة للعديد من الشعب. تساقط الأمطار في الأيام الأخيرة عبر القطر الوطني وخاصة ولاية الطارف قد بث الطمأنينة في نفوس الفلاحين. والله استبشرنا خير بعودة الأمطار، رغم اللي كان الإنسان يعني تقريب وقع لنا يأسنا. الحمد لله في 48 ساعة الأخيرة هذه يعني زاد علينا ربي بالخير، وش هو احنا الأمطار هذه نقول الحمد لله برحمة ربي. كاميرا قناة النهار التقت بعض الفلاحين حيث أعربوا عن فرحتهم واستعدادهم لموسم فلاحي متميز وبروح جديدة، سيما وعودة الأمطار إلى المنطقة وأملهم في زيادة المردود بعد مخاوفهم بداية الموسم الذي كان جفا حسبهم. الأشجار المثمرة اللي كنا نسقيو فيها عن طريق الآبار والمياه المجمعة تعتبر مياه يعني أقل جودة، لكن مياه الأمطار هي تعتبر عالية الجودة، مما تساهم في تفتيح وتحجيم الثمار، تعطي في الأخير يكون عندنا مردود كبير وواسع ووافر وذو جودة إن شاء الله في هذا الموسم. الحمد لله جات متأخرة بس مليحة إن شاء الله، تخدم الناس كل إن شاء الله، سيرتو الحبوب وشعبة الطماطم، والأكثر يعني الأكثر تاع المجتمع الجزائري يشكو من نقص أمطار الموسم هذا، والحمد لله رب العالمين وغاثنا الله سبحانه وتعالى. ويبقى فلاحو شعبتي الطماطم التحويلية والأشجار المثمرة يعملون بجد ونشاط وسط نوع كبير من الأمل للنهوض بقطاع يعتبر من بين أهم القطاعات بالولاية الحدودية، سيما وأنها ولاية فلاحية بامتياز.